مشاوير هادي جمعان لا تنتهي بين مناطق الصراع وأطرافها، إذ اختار منذ البداية أن يكون وسيطاً بين طرفي النزاع، وقاد العديد من الوساطات الناجحة بين أطراف النزاع في اليمن. في بداية الأمر تم التواصل معي من قبل أحد الإخوة لإخراج جثة قريب له. طبعاً أنا كنت أمتلك بعض العلاقات مع العديد من القيادات. دخلنا إلى الموقع لإخراج هذه الجثة، تفاجأت بالعديد من الجثث. لم أستطع الخروج من الموقع خالي اليدين. قمت الحمد لله بجمع تلك الجثث كاملة مع عدد من الشباب كانوا برفقتي، ثم أوصلتها إلى الجهات ذات الاختصاص. من هنا بدأ التواصل معي من قبل قيادات المحافظة. المهمة التي حملها هادي لم تتوقف عند التوسط بين الطرفين، لكنه يقوم بنفسه بتفحص الجثث والبحث عن علامات لمعرفة أشخاصها. تعرفنا على الجثث أننا نأخذ تفاصيل كاملة عن الشخص، ملابسه، ملامحه، إيش لابس، إيش كذا، أي علامات ممكن تدلنا على ذلك مثل بطايق، أي وثائق ممكن توصلنا إلى التعرف على الهوية، سواء وثائق حتى ورق. أما في حال أنه تم طلبنا من قبل الأطراف، كلا الطرفين ملزومين بأن يخرجوها من المواقع، أولاً درء للشبهة والشكوك حولنا، لأننا في الأخير وسطاء يوماً هنا ويوماً هناك. طلبنا من الأطراف أن يخرجوها هم الجثث التي في مناطق التي تم السيطرة عليهم من قبلها. وعلى الرغم من حمل هادي وفريقه للراية البيضاء عند دخولهم إلى الجبهات لانتشال ونقل الجثث، فإن هذا ليس كافياً لحمايتهم من التعرض للاستهداف المباشر. فقد جمعان سيارته الخاصة باستهدافها أثناء تنقله على خطوط التماس، وهو ما يضطره لاستئجار سيارة جديدة مع كل وساطة يقوم بها، لكن تغيير السيارة في كل مرة يجعلها هدفا لمسلحي الطرفين، وهو ما حدث سابقا وأدى لإصابة جمعان مرات عدة. طبعا الصعوبات كثيرة جدا. بالنسبة للصعوبات، حياتنا كلها صعوبات، يعني من المستحيل أنني ما أفكر أن يتم عمل يوم من الأيام أو أنزل في مهمة معينة ما ألاقي صعوبات. وأهم الصعوبات أن نتعرض لأخطاء متكررة بشكل مستمر. طبعاً لا أتهم طرف من الأطراف أو لا أتهم الأطراف باستهدافي عمداً أو يتعمدوا استهدافي، ولكن أنا وفريقي لا نملك أي وسيلة نقل خاصة بنا، وإنما نستأجر بشكل مستمر، وكل يوم نستأجر سيارة، يعني باختلاف. هذا أكبر سبب وأكبر عائق لنا في تنفيذ مهامنا بدون أي أخطار. كل هذه التحديات لم تثني هادي جمعان ومعاونيه، إذ أنه حقق الكثير من النجاحات وتمكن من إجراء العديد من عمليات التبادل للجثث والأسرى، لكن أهم موقف بالنسبة له هو البحث عن المفقودين. أهم ما نقوم به في عملنا هذا هو البحث عن المفقودين. تبحث عن شيء مجهول أو عن شيء مفقود، ما المعاناة التي ممكن أن نتلقاها وأن نعانيها في خلال مرحلة البحث عن المفقود؟ عندما تصل بك أم أو أب أو زوج أو زوجة أو ابن يحتاج منك أن تدله وتوصل لها توصل لها إلى فقيد عليه. كذلك شعورنا عندما نأتي بمعلومات أو نأتي بجثث ضحايا لهم مثلا أشهر أو سنوات هم في ملف المفقودين أو في عداد المفقودين، يعني لا زالوا بين تيه. بالنسبة للجثث أو عدد الجثث اللي تم انتشالها حتى اللحظة، طبعا حاليا في هذه اللحظة لا زال فريقي في الميدان،
فريق عندي 3 فرق الآن في الميدان شغالين على انتشال الجثث. كذلك بالنسبة للعدد حالي تقريبا في خلال 6 سنوات الماضية التي عملنا فيها ما يقارب 1800 إلى 2000 جثة تم انتشالها حتى اللحظة. أما الأسرى تقريبا من 300 إلى 400 أسير. طبعا هذا الموقف لا يمكن أن أنساه لأنه أصعب موقف واجهته في حياتي. طلب مني إخراج جثة ذات مرة في عام 2017، كانت التغطية مقطوعة في الجوف. طبعا تعطلت علينا السيارة في الطريق، اضطريت إلى أن أخذ الجثة هذه على ظهري. مشيت بالجثة تقريبا 10 ساعات، وصلت ما يقارب الساعة 12 منتصف الليل إلى المنطقة هذه المعروفة المتفق عليها. وساطة هذه جمعان هي المهمة الأنبل ربما في زمن الحرب، فلا مهمة أكبر من أن تنتشل جثث القتلى وتعيدها لذويها كعزاء أخير عن خساراتهم المتكررة. كل هذه الجهود التي قام بها هادي جعلت كل من حوله يطلق عليه لقب سفير الإنسانية في زمن الحرب.